ومقلق، مؤسف ومقلق. وتحدث عن عملية السلام، وهو أيضا موقف الحقيقة تاريخيا نجد أن فيه الكثير من المواقف المتطابقة فيما بيننا. فيمكن أختم مرة أخرى بتقديم الشكر لمعالي الوزير، تقديم الشكر للحكومة الأردنية، والتعبير مسبقا عن أننا هتشرف بلقاء جلالة الملك بعد وقت قصير، ومعي حاملا معي رسالة من الرئيس المؤقت المستشار علي منصور إلى جلالة الملك. وكان الرئيس منصور ساعد بلقاء جلالة الملك كأول زائر لمصر بعد أحداث 30 يونيو. فيمكن أختم بهذا وأترك المجال لمعالي الوزير. شكرا. شكرا مع الأخ. احنا لا نريد أن نتأخر على